بهذه الطريقة استقبل أبناء عدن أحد القادة العسكريين التابعين للشرعية، حيث أطلقت الألعاب النارية في مديريات المنصورة ودار سعد وشيخ عثمان، احتفاءً بعودة أمجد القحطاني الذي يشغل قائد للواء النقل، وهو ما يشير وفق متابعين إلى استمرار رفض المواطنين لميليشيا الانتقال وتعلقهم بحلم الدولة. وفق مصادر عسكرية، فإن القحطاني عاد من السعودية كعضو في اللجنة العسكرية التي ستشرف على عمليات إعادة ترتيب اللواء الأول حماية رئاسية والألوية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، وسحب السلاح الثقيل من معسكرات ومواقع المجلس الانتقالي، وإخراج الوحدات التابعة له إلى خارج المدينة تحت إشراف سعودي كتنفيذ لبنود الملحق العسكري الوارد في اتفاق الرياض. من جهتها أكدت الحكومة بأنها بدأت بالفعل في تنفيذ ما يخصها من اتفاق الرياض. وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك الروسية إن توفير الخدمات وبسط الأمن ودفع الرواتب من أولويات حكومته التي تسعى إلى ضم كافة القوى الأمنية والعسكرية ضمن بنية الدولة بهدف تطبيق اتفاق الرياض. كانت الرياض قد شهدت في 5 نوفمبر الجاري اتفاقاً سياسياً رعته السعودية بين الحكومة والانتقالي، ولا يزال الاتفاق محل جدل بين المؤيدين والمعارضين له داخل صفوف المناصرين للشرعية وخارجها. وتشير الوقائع إلى أن تنفيذ بنود الاتفاق يسير بوتيرة بطيئة للغاية في ظل شكوك حول طبيعة الدور السعودي ورفض صريح من بعض وزراء الحكومة للاتفاق برمته.